الحمد لمولانا الأكبر، والشكر لمن خلق وصور، وصلاة الله على طه النور الوضاء الأنور الذي جاءنا برسالته في دين الإسلام الأطهر، أدبه الله ورقاه سبحان المعبود الأكبر. بل قال له في القرآن: إنا أعطيناك الكوثر. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله، وعلى آل بيتك الأطهار الذين قال عنهم نبينا المصطفى المختار: آل بيتي كسفينة نوح من تعلق بها نجا، فمن أحب آل بيتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم فلا صلاة له. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، نبي رأته الشمس حسنا تعجبت، فقال لها: ربي من النور صاغني، وآدم مني ومن أصل طينتي. قالت له: ما الاسم؟ قال: محمد. قالت له: أنت إمامي وبغيتي. قالت له: تدعى لأي قبيلة؟ قال لها: أرض البقيع وزمزمي. فهنيئا لعين شاهدت أرض مكة ومن زمزم فتزمزمت، وفي حجر إسماعيل صلت ركعتي. رقى فارتقى السبع الطباق، وجبريل لم ينقل عنه خطوتي. ناداه ربه: تملى يا حبيبي وتمنى علي، فأنت المجتبى من خليقتي. فإن كان آدم أول خلقنا فأنت يا مختار أفضل خلقنا، وإن كان نوحا أعطيناه سفينة فأنت يا مختار سفينة علمنا، وإن كان إبراهيم اتخذناه خليلنا فأنت يا حبيب بست بساطنا، وموسى وعيسى بالإله توسلا، وعم البرايا فضل خير البرية. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. وقد صدق القائل إذ قال: حب النبي على الأنام فريضة، فلا تنسى ذكر الهاشمي الأكرم. إن الصلاة على الحبيب وسيلة فيها النجاة لكل عبد مسلم. صلوا على القمر المنير فإنه نور بدأ في الغمام المظلم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة الكرام، ما زال هذا المكان يتعطر بالقرآن ليلة التكريم الراحلة الكريمة حرم الأستاذ عزة أحمد عليوة، أسأل ربي لها فيضات الرحمات والمغفرة، يجعل القرآن نورا يتقاطر عليها في قبرها، هو لي ذلك والقادر عليه. يحضر معنا في هذه الليلة القرآنية قد باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية، وقارئ الساحات القرآنية العالمية بالدول الأوروبية والعالم الإسلامي والأكثر شعبية على مستوى العالم العربي، وملك المقامات والروايات فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرم، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، أدعوه إلى منصة التلاوة فليتفضل فضيلته مشكورا.
بسم الله توكلت على الله. يا ميسر حالي يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. أنه من عمل من بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات
وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة. وإذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات
وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. قل إني على بينة ربي وكذبتم بما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. يقص الحق، يقص الحق، وهو خير الفاصلين، وهو خير الفاصلين.
قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني والله أعلم بالظالمين والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم وهو الذي يتوفاكم وهو الذي يتوفاكم
لكم فيه. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده وهو الذي يتوفاكم بالليل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم ثم يبعثكم فيه ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله
الله مولاهم الحق ألا له الحكم ألا له الحكم ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين صدق الله العظيم. حقا لا شيء يعدل إيماني بقرآني، الله أحيا به الدنيا وأحياني، آياته كلما في مسمعي سكنت، يقشعر بها قلبي ويخفض وجداني، آياته رب العرش مبدعها أو أعجزت من كل جن وإنساني، النور يغمرني ويغمر من حولي لما أرى ربي نداني بقرآني. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة من آي سورة الأنعام، وهي السورة الوحيدة التي نزلت على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، ومعها 70,000 ملك يزفونها إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لارتباط بعض معانيها بعضها ببعض. تلاها علينا فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق، قارئ إذاعات مصر والعالمين العربي والإسلامي، وقارئ الساحات القرآنية العالمية بالدول الأوروبية والعالم الإسلامي، والملقب بملك المقامات والروايات والأكثر شعبية على مستوى العالم الإسلامي. ليلة تكريم الراحلة الكريمة حرم الأستاذ عزت أحمد عليوة، أسأل ربي أن يجعل القرآن هدية لها في قبرها، هو لي ذلك والقادر عليه. كما أتقدم بخالص الشكر والتقديم يا بتر الأستاذ عزت أحمد عليوة وجميع الأسر والعائلات المرتبطة بصلتهم جميعا، شكرون كل من شرفنا لأداء واجب العزاء، علما بحضراتكم بأن هذه الليلة بأن هذا العزاء 3 أيام سيقام في هذا المكان. أيها السادة الكرام، شكرنا إذا لصاحب الفراشة الحديثة والإنارة الذهبية، هندسة الإذاعية، خدمة الفندقية ضال حق أنور عبد الله، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.